أهلا ومرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة سامراء الفضائية، وحلقة جديدة من تغطيتنا لهذا اليوم خصصناها لموضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتحديدا مكتب انتخابات صلاح الدين. وبعد القرار الأخير الذي أصدرته المفوضية بتوزيع بطاقات الناخب على المواطن في جميع المحافظات وتأجيل تسجيل البايومتري، تأكيد اليوم المواطن العراقي يعني نتكلم عن الراغبين بالانتخابات، رغم أنه يعني حسب ما يردنا من معلومات لأغلب المواطنين اللي يذهبون إلى مراكز تحديث سجل الناخبين بوجود يعني روتين عالي وأيضا طابور كبير وطويل لغرض تحديث البيانات واستلام البطاقة، هذا نترك للمفوضية تبرر هذا الموضوع وتبين أسبابه للمواطن، لأن المواطن جاي يعني إذا كان الموضوع يهم البلد وحكومة تحاول أنه تدفع بالمواطن باتجاه أنه ينتخب، ينبغي أن يكون موضوع تحديث سجل الناخبين وإصدار بطاقة الناخب أمرا يسيرا لكل المواطنين بغض النظر هو كان راغب مراغب ينتخب ما ينتخب، هذا حق الدستوري بأن تطلع له بطاقة انتخابية، مو روح يسجل بالستة الصبح أو بالخمسة الصبح ويجي بالاثناعشر الظهر تلقى سرة لو يلقى المكتب مغلق. فهذه رسالة وجهناها للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه تنتبه لهذا الموضوع إذا كانت هي تعمل بجد، وهي أيضا يعني إحنا ما ننكر عملها وتواصلها دائم بالعمل وبياناتها واضحة على الإعلام بأنها دا تعمل على هذا الموضوع، وأنه تنتظر بعض الوزارات، وهذه رسالة أيضا لوزارة الهجرة والمهجرين بخصوص النازحين، طبعا يعني أعداد كبيرة من مواطنينا في محافظات نينوى ومحافظة صلاح الدين ومحافظة الأنبار لا يزالون في المخيمات رغم عمل الحكومات المحلية على إرجاعهم بشكل متواصل، لكن لا يزالون الغالبية أو جزء كبير منهم في المخيمات، ولا يعني لحد الآن ما تبين أي شيء من موضوع بحسب اتصالات بعض المواطنين، إذا كان أكو هناك عمل من خلال مفارس أطلقتها أو شكلتها المفوضية فيجب أن يكون هناك توضيح أو بيانات تصدر من المفوضية عن طريق الإعلام حتى يكون الدور والعمل بارز. نتكلم عن اليوم موضوع البطاقة الانتخابية وتأجيل تسجيل البايومتري. طبعا المواطن يعرف الموضوع، البطاقة الانتخابية هوية إصدار بها اسمه وتسلسله والمركز، حتى تسلسله بالقائمة، هو بقائمة الأسماء داخل المركز حتى مباشرة يعرف البطاقة مالته ويسحبها. هذا طبعا نظام يعني رغم أنه بدائي مو نظام متطور بشكل عالي، لكن يسهل أمور كثيرة للمواطن الراغب بالانتخابات القادمة أن يذهب ويصوت ويدلي بصوته لأحد القوائم أو لإحدى القوائم وأحد المرشحين بتلك القائمة. لكن إذا كانت هناك معوقات خلينا نقول عليها فنية، ما راح نتكلم نقول معوقات سياسية أو معوقات متعمدة لا سامح الله، لا، ما راح نتكلم بالجانب الأبيض، ما ندخل بالرمادي ولا ندخل بالأسود، نتكلم بالجانب الأبيض أن هناك معوقات تقنية وفنية أمام عمل من المفوضية العليا المستقلة وفروعها أو مكاتبها بالمحافظات. هذا إلى أسبابه طبعا، يعني المجلس المفوضين تأخر على الانتخاب، وهناك أصبحت شكلت أزمة بالبرلمان العراقي في وقتها، وتم انتخاب ثمانية وإضافة واحد للأقليات، هذا الموضوع معروف يعني اليوم نعرفه، لكن هذا ما يمنع أنه النظم والقوانين والعمل يكون ساري بغض النظر عن استبدال أو بقاء المفوضية السابقة أو الحالية التي تم انتخابها من مجلس النواب. هذا الموضوع يدفع المواطن إذا كان يعني يرى بعينه أنه هناك دعم، هناك عمل متواصل من المفوضية، هناك استقبال، هناك عدم تذمر من بعض الموظفين، خلينا نقولها بصريح العبارة، لاستقبال المواطنين بالتسجيل أو تحديث سجل البيانات، المواطن راح يرغب، راح يحاول يحس نفسه أنه عنده مواطنة، عنده حقوق،
ودا يحصل عليها. أما إذا كان العكس فهي يعني نحطها بشقة، نتكلم شوية عن الرمادي، نجي على الموضوع الرمادي، يحس المواطن أنه رغبة من الجهات أنه لا تحدث سجل الناخبين، لكن نسمع أقوال السياسيين يدفعون بالمواطنين، بعض لا أقول الجميع أقول البعض، يدفعون بالمواطنين أنه اذهب يعني حدث سجلك وروح انتخب واختار المناسب. وهذا كلام جيد وما حد يختلف عليه، مو ممكن يختلفون عليه اثنين. اليوم قرار مجلس أو قرار أو المفوضية العليا المستقلة باستمرار بتوزيع البطاقة الانتخابية، يعني ما نعرف اليوم البطاقة الانتخابية أصدارها جانب وتحديث أو تسجيل البايومتري جانب آخر. يعني إذا كان الموضوع ما راح يكون عندنا اتصال مع السيد حيدر البلداوي بعد قليل إن شاء الله، معاون مدير عام مكتب صلاح الدين، وراح نتحدث بالأمور الفنية في صلاح الدين تحديدا، ونشوف استجابات المواطنين بعموم المحافظة لعمليات التسجيل، وكذلك كيف يتم عملية التسجيل للمواطن اللي يريد يحدث سجله الانتخابي. مو شرط أنه أنت تحدث سجلك وتروح تنتخب، إذا أنت ما راغب تنتخب هذا شأنك، باكر عقبه من تجي حكومة أنت ما منتخبها ما إلك تقول أنت لوم وتلقي اللوم على الحكومة وتقول هاي الحكومة إحنا انتخبناها، لأن أنت ما منتخب. هذا موضوع آخر ما نتحدث به، راح نتركه لغير برنامج، لكن نتكلم اليوم عن كيفية التعاون بين المواطن العراقي اللي يحاول أن يحصل على حقوقه الدستورية وبين مؤسسات الدولة وخصوصا الهيئات، ومن ضمنها هيئة المستقلة أو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأعمالها ودورها. لا تنسون أنه هاي 4 سنوات، يعني اليوم تنتخب بعد 4 سنوات يلا ترجع تنتخب. لهذا إذا اليوم أنت فرطت بحقك 4 سنوات يلا ممكن تسترجع حقك، هذه خليها ببالك، ولا تحاول أنه تخلي أخطاء الماضي وعدم اهتمام وعدم اكتراث السياسيين والكتل السياسية في الدورات السابقة تخليها أمامك وتقول أنه ما راح يتغير شيء. لا بالعكس، يعني ثق أنه هذه المرحلة الحالية اليوم اللي إحنا نتكلم بها واللي ننتظرها خلال شهر أو أقل من شهر، راح تصل هذه الأيام، تتمر هذه الأيام ويجي الانتخاب يوم الانتخاب. ثق إذا ما تحركت وانتبهت لوضعك المعيشي، لوضعك الخدمي، لوضعك الإنساني، ما راح أحد ينتبه لك نهائيا، لأن راح يكون السياسي مشغول بمناكفاته، مشغول بمطالب الكتلة السياسية، مشغول بما تنتجه الكابينة الوزارية القادمة ورئيس الوزراء مجلس الوزراء القادم، وراح يعود الصراع إذا مؤخف من الصراعات الدورة السابقة راح يكون أقل وطأة، لأن حسب البيانات وحسب الكلام اللي دا نرصده أنه هناك راح تكون أكون سجام بحكومة وأكون سجام ببرلمان للعمل، رغم أنه هذا كان مطلوب من الدورات السابقة، لكن شو نسوي، هذا الموضوع أصبح فرض علينا في الوقت الحاضر. فأنه هذا الموضوع يمكن أنه المواطن اللي يظن نفسه أنه أو يضع أمامه أخطاء الماضية في الدورات السابقة ويترك الكتل السياسية هي من تؤسس، وطبعا تأسيسها واضح بالدورات السابقة، الفشل واضح، هدر المال العام، ما أريد نقول الفساد، هدر المال العام واضح، تراجع المشاريع واضح، بغض النظر عن حقبة تنظيم داعش 2014 إلى 2017، هذه الحقبة نتركها على صفحة، لأن إذا تكلمنا عنها فنتكلم عن المحافظات الغربية. طيب المحافظات الجنوبية اللي تعاني منذ عام 2004 إلى حد هذه اللحظة، وخصوصا محافظة البصرة اللي هي سلة غذاء العراق كله، اللي تعطي رواتب العراقيين كلها، وهي حالها حال أقل المحافظات العراقية اللي موجودة. نقول هدر مال العام ما نقدر نسمي، ولا نقدر نقول فلان وفلان، ولا نقول جهة الفلانية، لكن إذا كان المواطن يائس من هذه المرحلة، إذا كان المواطن يريد أو ما يريد أو مراغب أنه يروح ينتخب، فهذا رغبة غالبية السياسيين اللي موجودين على الساحة، الوجوه القديمة خلينا نقول لكم إياها بين قوسين، الوجوه القديمة تكيف إذا أنت ما راح تنتخب. ليش؟
لأن نفس الوجوه راح تنتخب اللي هو جماعتهم أحزابهم اللي موجودين، كادر الحزب، كادر الكتلة السياسية، المقتنع بالشخصيات رغم أنها فاسدة أو غير فاسدة بغض النظر هذا الموضوع، راح يروح ينتخبه وانت ظل قاعد بالبيت، راح تنتج لك نفس الحكومة السابقات أو السابقة أو اللي قبلها، وراح تعاني، راح تعاني بالتأكيد. فموضوع البطاقة الانتخابية وما يجري حولها من تصريحات، تطمينات، مطالبات من بعض السياسيين المرشحين وغير المرشحين، وطبعا أكو بعض الكلام اللي يلقي الكرة بملعب المفوضية أنه هي مدى تعمل بشكل جيد، أنا نقول بعض السياسيين ما نقول إحنا، والبعض الآخر يحثهم على العمل بجدية أكبر من أجل يعني توزيع البطاقات. وحول هذا الموضوع بالتحديد ينضم إلينا عبر الهاتف السيد حيدر البلداوي، معاون مدير عام مكتب صلاح الدين. أهلا بك أستاذ حيدر. أهلا وسهلا بكم قناة سامرة على هذه الاستضافة، حياكم الله. حياك الله أستاذ حيدر. أستاذ حيدر، خلينا نتكلم عن صلاح الدين بالتحديد وقرار المفوضية العليا المستقلة بتوزيع البطاقات على الناخبين وتأجيل تسجيل البايومتري. خلينا نتكلم عن البطاقة وبعدين نتحدث عن موضوع البايومتري. اليوم البطاقة الناخب، اليوم المواطن من السهولة أنه يستطيع أنه يحصل على البطاقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يتعلق في توزيع بطاقة الناخبين، باشر مكتب انتخابات صلاح الدين بتوزيع بطاقة الناخب من تاريخ 20/11 من العام الماضي، وعملية التوزيع لا زالت مستمرة. عملية التوزيع تمت عن طريق 38 مركز تسجيل منتشرة في عموم أقضية ونواحي المحافظة، وهناك في بعض الأقضية أكثر من مركز تسجيل، الغاية منها تغطية المساحة الانتخابية لجميع ناخبي سكان محافظة صلاح الدين. عملية التوزيع تجري بسيادية عالية من خلال هذه المراكز. هناك استقبال لمئات المواطنين من الناخبين بغرض استلام بطاقاتهم الانتخابية. هذا ما يتعلق ببطاقة الناخب وعملية توزيعها. أما بخصوص أنه سهولة أنه يحصل المواطن على الناخب، المواطن الناخب على البطاقة، نعم من خلال موظفينا، رغم أنه هناك أعداد كبيرة من المراجعين، ولكن الناخبين بإمكانهم الذهاب إلى هذه المراكز واستلام بطاقاتهم. ومكتبنا ودوائرنا هي حال بقية المؤسسات الدولة، نعم، يعني تحتاج إلى جزء بسيط أو وقت قليل من الانتظار، لأن هناك إجراءات بالتحديد أستاذ حيدر، يعني نعم أستاذ حيدر إذا تسمح لي، تتخذ المفوضية في مراكز التسجيل لتوزيع بطاقة الناخب لسلامة توزيعها، نعم، وضمان وصولها إلى جميع الناخبين والناخب وأصحابها الحقيقيين، نعم. لذلك لا يمكن لنا أن يعني نتجاوز هذه التعليمات أو البرنامج المخصص لعملية التوزيع لضمان شفافية عملية التوزيع وتوزيع البطاقة بشكل سليم وشفاف حتى تصل لجميع الناخبين في محافظة صلاح الدين. نعم أستاذ حيدر، طبعا يعني شاكرين جهودكم هذا الموضوع، بالتأكيد يعني عملكم ده مستمر بتوزيع البطاقة الناخب رغم يعني أقاويل بعض السياسيين وشكواهم من تعثرها. لكن خليني أسألك، أنه اليوم المواطن اللي ما عنده بطاقة انتخابية، ما انتخب بعام 2010، أستاذ أحمد بلا، نعم، يعني أريد أوضح مسألة مهمة أيضا. تفضل. أنه عدد البطاقات اللي تم توزيعها، نعم، لغاية يوم 29/3، نعم، يعني يوم الخميس الماضي، اللي هي بلغت 279,965 بطاقة بنسبة 62% 0.32. أيضا كان هناك توزيع يوم السبت واليوم كان توزيع، فأكيد النسبة زادت. مكتب انتخابات صلاح الدين من المكاتب التي حققت نسبة عالية في عملية التوزيع،
ومن المحافظات التي تأتي بمقدمة المكاتب التي وزعت أكبر كمية من البطاقات الناخبين. نعم جميل جدا. كذلك هناك لدينا عمليات توزيع بطاقات الخاصة بالتصويت الخاص بمنتسبي قوات الأمنية. نعم. من الجيش والشرطة. نعم. من الجيش والشرطة. قد نسبتها؟ أيضا هذه تم استلامها مؤخرا. نسبة التوزيع في صلاح الدين بلغت 51% بوينت 14 بواقع 14,858 بطاقة من أصل 19,000 بطاقة. نعم. جميل جدا أستاذ حيدر. يعني هذه الأرقام وهذه النسب يعني متقدمة جدا، وهذا يبين عملكم بمكتب صلاح الدين. لكن خلينا نوضح أكثر للمواطن العراقي اليوم اللي يعني يجهل عملية البطاقة وكيفية الوصول إلى مراكز التسجيل. يعني إذا مواطن ما عنده ما مشارك بعام 2010 اللي هي صدرة أعتقد بها الـ كانت أستاذ راح أوضح مسألة مهمة. نعم. وأتمنى أنهم كل المواطنين يعني ينتبهون على هذه الفقرة المهمة والمفصلية في عملية التوزيع. نعم. إحنا آخر انتخابات شهدها العراق كانت انتخابات 2014. نعم. انتخابات مجلس النواب العراقي الدورة الحالية الموجودين هسه في قبة البرلمان. نعم. إحنا لأول مرة استخدمنا هذه البطاقة آنذاك، لأن اللي كانت أول يعني مرة تستخدم فيها البطاقة الانتخابية. المواليد التي شاركت في الانتخابات الماضية هي مواليد عام 1996. اليوم استحدثت أن عندنا مواليد جديدة هي 97 و98 و99 ومواليد 2000. نعم. أربع مواليد جديدة دخلت إلى العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي. هؤلاء الناخبين اللي هذه من هذه المواليد تم طباعة لهم بطاقة تم طباعة لهم بطاقة انتخابية عن طريق بيانات وزارة التجارة، وبالتالي كثير يعني من هؤلاء ومن الشباب يجهلون انه لديهم بطاقه في مراكز التسجيل، والامر يتطلب انه فقط ذهابهم لاستلام هذه البطاقه. وهذه دعوه من المفوضيه من مكتب انتخابات صلاح الدين لجميع الناخبين من مواليد 97 98 99 2000 الى مراجعه المفوضيه بالسرعه الممكنه لغرض استلام بطاقاتهم الانتخابيه ومشاركتهم في الانتخابات القادمه. كون هذه البطاقة تعتبر مفتاح للدخول إلى مراكز الاقتراع، وبدون هذه البطاقة لا يمكن للمواطن أن يشارك في العملية الانتخابية القادمة. طيب يعني هو السؤال هنا أستاذ حيدر، يعني اليوم مواطن يأس من الحالة، يأس من العملية السياسية ومو راغب، ويعني غير رأيه في قبيل الانتخابات وحب انه يروح ينتخب، هنا يحرم المواطن نهائيا من التصويت؟ طبعا اللي ما يمتلك بطاقة انتخابية ما راح يقدر يصوت بين الانتخابات القادمة، لأنه بطاقة الناخب هي تعتبر مفتاح لدخول إلى مركز الاقتراع، بدون هذا المفتاح لا يمكن له التصويت والمشاركة في الانتخابات. نعم. طيب نتكلم عن المعوقات اليوم، أنه بعض المواطنين، لا أقول الكثير من المواطنين، من خلال تواصلنا وإياهم يتكلمون عن حالة الروتين اللي تكلمنا عليها قبل قليل، وأنه هناك يعني تأخير بإصدار، والمواطن يعني هو يعني مثل ما يقول روحه صغيرة ما يتحمل هذا الموضوع، وبالتالي لو يترك المركز وما يحدث بطاقته وهو جاي متعني على مودي أنه يحصل على البطاقة، هذا الإجراء ما ممكن تخفيفه؟ ما ممكن أنه يكون بها يعني أمور اختصار لموضوع إصدار البطاقة؟ والله يا أستاذ العزيز، قلت لك إحنا كمكتب انتخابات صلاح الدين ملتزمين بإجراءات. إحنا عملية التوزيع يعني المفوضية ومكتب انتخابات صلاح الدين تحرص على توزيعها بشكل سليم وضامن انه البطاقه تذهب لاصحابها الشرعيين
وعدم استخدام اساليب بدائيه ممكن ان يتم تسليم هذه البطاقات بصوره عشوائيه، وبالتالي الضرر سوف يكون كبير، لانه استلام يعني استلام بطاقات انتخابيه او توزيعها بشكل عشوائي وعدم ذهابها الى اصحاب الشرعيين راح يخلق مشاكل كبيره، وبالتالي هذا المجلس المفوض ان كان حريص على هذا الموضوع وحتى اصدر قرارات وانه تخص ما يتعلق بالعقوبه من يقوم بالبيع والمتاجر بالبطاقات الناخبين. لذلك احنا كم مكتب انتخابات صلاح الدين وكم مكتب مفوضيه وكم مجلس مفوضين في بغداد يعمل بكل جهد وبكل يعني مسخر كل امكانياته لفرض انه عمليه التوزيع تتم بصوره سلسه وضمان انه المواطن يوصل بسهوله الى هذه المراكز، حتى هناك مراكز تسجيل تم حصول على موافقه من المكتب الوطني بشطر هذه المراكز الى شطرين في سبيل تسهيل عمليه التوزيع، لانه بين منطقه ومنطقه هناك تباعد، وبالتالي قمنا الشطر في مركزين، احد المراكز تم شطرها في يثرب والمركز الاخر تم شطره في قضاء الطوز. نعم. هذا اللي يعني كاجراء لعمليه تسهيل توزيع بطاقه الناخبين تخفيفا على المواطن. طيب تخفيفا على المواطن. نعم. انا مثل ما اكدت استاذ العزيز لا يوجد اي مؤسسه من مؤسسات الدوله انه الحاله تتطلب انطلاق الحاله عمليه التوزيع، واحنا كنا مواطنين اذا راجع مؤسسات اخرى يعني يتطلب الموضوع انتظار. نعم. لانه هناك اعداد كبيره، هناك عدم مراجعه من البدايه، يعني ما كانت في مراجعه يعني من وقت عمليه التوزيع واحنا بدينا من فتره طويله، بالتالي يصير هناك زخم. نعم. والموضوع ما يعني يتعلق انه يعني ما يتعلق بقصور من الموظفين الفوضيه او قصور في الاجهزه، وانما الموضوع يتعلق بهناك اعداد كبيره خارج امكانيه مراكز التسجيل، وبالتالي انه الموضوع يتطلب انتظار، واحنا الحمد لله مثل ما ذكرت انه قطعنا مسافه كبيره بعمليه التوزيع ووزعنا مثل ما ذكرت 279,000 بطاقه، اكثر من 279,000 بطاقه، وبالتالي يعني نعتقد انه انجزنا انجاز كبير، واحنا مكتبنا يعني يستقبل كل الشكاوى اللي تتعلق بمراكز التسجيل اذا كان هناك تعثر او تعمد في تاخير عمليه التوزيع. نعم. استاذ حيدر يعني نعم. نقدر نعرف كم يعني اعداد اللي يحقهم الانتخابات بمحافظه صلاح الدين من عندك كرقم اذا موجوده عندكم باحصائيه؟ والله اللي بحدود 900,000 ناخب سوف يحق لهم المشاركه في الانتخابات القادمه. جميل جدا. طيب اليوم المواطن كذلك استاذ نعم. العزيز المشير الى مساله مهمه فضل. ما يتعلق بمفقودات البطاقات الانتخابيه التي فقدت بسبب احداث النزوح داعش في المحافظه بعد دخول عصابات داعش الارهابيه الى مدن المحافظه، وما تسبب ذلك من ترك المواطنين لمنازلهم وبالتالي فقدان كل ممتلكاتهم وجزء منها بطاقه الناخب. نعم. لحد الان وبجهود ذاتيه من مكتب انتخابات صلاح الدين تم توسيع فرق الفقدان من فرقه واحده مقرها المكتب الى 17 فرقه فقدان، طبعا هذه يعني ميزه يتميز بها مكتب صلاح الدين عن باقي المكاتب، وبالتالي تم معالجه 47,336 بطاقه بالنسبه للتصويت العام من فقدوا بطاقاتهم، تم يعني مراجعتهم للمراكز التسجيل واجراء واتخاذ الاجراءات الاصوليه بصرف بطاقه جديده، هذا بالنسبه للناخبين من التصويت العام و 5,400 ناخب من التصويت منتسبي وزاره الدفاع والداخليه. نعم. يعني ايضا هذا عمل مهم وعمل اساسي في الانتخابات القادمه، لان يعني هناك ما يقارب 54,000 ناخب رافقي بطاقه تم استقبالهم من هذه المراكز
واجراء واتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك من قبل المواطن اضافه الى المفوضيه. نعم استاذ حيدر، جميل جدا. عمل كبير نعم في هذه المراكز، ودليل كبير على يعني كميه الاعداد التي استوعبتها هذه المراكز في معالجه مشاكل الناخبين في المحافظه. جميل جدا استاذ حيدر، يعني اليوم بقرار المفوضيه العليا المستقل انتخابات سمحت لرب الاسره فقط بالانابه باستلام البطاقات، نتاكد ان هذا الموضوع وكيف انه اليوم رب الاسره ممكن انه يروح يستلم بطائق عائلته، وهل يسمح له بالانتخابات ان ينتخب بالانابه ايضا حتى المواطن يسمع؟ نعم احنا وفق الاجراءات هناك مثل ما تعرفون هناك نوعين من البطاقه الناخب، هناك بطاقة ناخب طويلة الأمد وهناك بطاقة ناخب قصيرة الأمد. بالنسبة لبطاقة الناخب طويلة الأمد يجوز استلام هذه البطاقة بالإنابة، أما بالنسبة لبطاقة الناخب قصيرة الأمد فيتطلب اللي هم مواليد الجديد من مواليد 97 98 99 2000 فيتطلب حضور الناخب شخصيا لاستلامها لغرض اجراء له تحديث بيومتري. نعم. طيب وبالامكان رب العائله من ان يتم استلام البطاقه، وكذلك الابن ابناء العائله اذا كان يحق له ان يستلم البطاقه اذا كان نفس البطاقه تمت. طيب استاذ حيدر بسؤال اخير لان ظاهر الشبكه ايضا مو تمام، لكن خلينا نسالك هذا السؤال، تكلمت المفوضيه عن مفارز راح تدفع بها الى مراكز او المخيمات النازحين، وبعض المواطنين من النازحين يقول ما وصلونا لحد الان يعني المفوضيه ولا مفارزها ولا ما نعرف وين نتجه نتوجه، فمن خلالكم نحب نتعرف او يسمع المواطن اليوم النازح اللي بعده بالمخيمات كيف يتم اجراءات، وهل هناك مفارز من المفوضيه خصوصا تحديدا مكتب صلاح الدين؟ بالنسبه للمخيم النازحين احنا المؤشر لدى المفوضيه والمستلمه بياناتها من الاداره المختصه بذلك جوزات هجره المهجرين ان هناك مجمع نازحين مخيمات واحد في المحافظه يقع في قضاء تكريت ناحيه العلم، وتم تخصيص لهم مركز اقتراع خاص بهذا المخيم واختيار مكان خاص به والمسابقة عليه لغرض مشاركتهم في الانتخابات القادمة وفق اجراءات معدة من قبل المفوضية. نعم الاستاذ حيدر البلداوي معاون مدير عام مكتب صلاح الدين، شكرا لك وشكرا أيضا لهذه الإيضاحات، وإن شاء الله المواطن اليوم استفاد من هذه المعلومات، وشكرا أيضا لجهودكم الكبيرة تجاه مصلحة البلد ومصلحة المواطن العراقي. نبقى بموضوع مهم جدا أيضا وهو عمل النقابات بشكل عام، اليوم العراق مقبل على مرحلة جديدة مختلفة عن المراحل السابقة، فإذا كان تعطيل لعمل النقابات ومحاولة لإنهاء هذا الدور من قبل بعض الأشخاص اللي هم كانوا سابقا متسنمين منصب الأمين العام أو نقيب النقابة، فهذا يعني بشكل يعني محرج جدا للعراق وشكل العراق. يعني نقابة الصحفيين والزميل أصدرت بيان، أو عفوا نقابة المهندسين أصدرت بيان بإيقاف العمل بالنقابة لأسباب عدم تعامل أو تعاطي أو تسليم النقيب السابق ل نقابة المهندسين الأختام وما إلى ذلك من أمور مرجعية للنقابة فتوقفت، لكن بعدها اتضح أن هناك أكو حلحلة بموضوع الانتخاب، عفوا بموضوع العودة لاستلام المنصب الجديد من قبل نقيب الصحفيين الجديد الذي هو انتخب من قبل أعضاء النقابة والسابق كان يعني ما يقبل أنه يسلم تلك، فهذا موضوع ممكن انه يصير به اشكاليه، وممكن اليوم انه هناك بعض انه يحزن على نفسه انه قدم ما قدم وبقيه الاعضاء ما رغبوا به انه يكمل مشواره وياهم وانتخبوا شخص جديد.
انه ما ان نحط الموضوع النقابه وعمل النقابه عائق امام المواطن اليوم، المواطن اللي يحتاج مراجعه نقابه المهندسين او نقابه الصحفيين او نقابه المعلمين او نقابه المحامين بشكل عام، نتكلم ما نتكلم بشكل خاص، هذه الهيئات هي بحاجه الى المواطن والمواطن بحاجه الها في سبيل ان يكون هناك عمل متواصل وأيضا دورة لعجلة الحياة اللي يحتاج المواطن بها خلال هذه المرحلة. ولهذا نتكلمنا بهذا الموضوع واقتبسنا هذه الدقائق من هذا الموضوع في سبيل أن يكون هناك انتباه لمؤسسات الدولة وعدم ترك هذا الموضوع بشكل عام يتأثر به المواطن وتتأثر به مؤسسات الدولة، اللي احنا كنا راغبين أن يكون هناك عمل مؤسساتي بنظام جديد مختلف لا يقبل المحسوبية ولا المنسوبية ولا التبعية الحزبية ولا يعني أيا كانت التوصيفات والمصطلحات، أن المواطن يجب أن يكون مواطن درجة أولى بأي بقعة من أراضي العراق، بأي بقعة من أراضي العراق، ما لنا علاقة هذا سني هذا شيعي هذا كردي هذا يزيدي هذا صابئي، الكل عراقيين، الكل درجة أولى، الكل مواطن من الدرجة أولى، ما ممكن نسمح ولا يقبل ولا نقبل، وعلى السياسي ايضا انه ما يقبل انه يتعامل وياه كهو تابع او 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 يمثل طائفه لازم يكون هو من الدرجه الاولى وبقيه الطوائف من الدرجه الثانيه. كلامنا ليس على السياسيين فقط، كلامنا على النقابات انه يكون عملهم من اجل خدمه صالح البلاد والمواطن بالدرجه الاولى. بعد الفاصل سنتحدث عن موضوع الامن في محافظه صلاح الدين والحدود الملتهبه، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. موضوع الأمن في محافظة صلاح الدين والمخاوف اللي تثيرها أكثر المخاوف اللي تثيرها هي محافظة ديالى اللي هي يعني مجاورة منطقة طيبيجة بالتحديد، اللي دا يظهر بها عناصر داعش وما ممكن السيطرة. سابقا تكلمنا والتقينا مع قادة عسكريين وأوضحوا أنه المناطق الصحراوية الشاسعة ما ممكن سيطرة عليها بشكل دائم، لأن هناك عمليات استباقية، هناك عمليات ضرب لأوكار، ومن ثم العودة إلى القواعد الرئيسية، ما ممكن البقاء بالصحراء، هذا يتطلب جهد جوي، طيران جوي، وهذا ما ممكن للعراق، ما ممكن تخطيطه بالوقت الحاضر. لكن تحدث عن موضوع خطر وإشارات وعلامات استفهام وإلقاء اللوم ورمي الكرة بملعب المحافظة المجاورة والمطالبة، وهذا الكلام يعني ممكن أنه يحدث بلبلة أو 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 ممكن أنه يأرق المواطن العراقي ويجعل أنه يخاف، أنه لا يزال الأمر هش فعلا، أنه هناك هشاشة في بعض المناطق، لا نقول في مراكز المدن أو في أقضية أو مراكز الأقضية والنواحي، أطراف المحافظات خصوصا المناطق الصحراوية أو الحدود الآن ملتهبة. نتكلم عن جرافة منذ أسبوع، طيب منذ أسبوع ليش تتكلم لحد الآن يتصرح يا رئيس أو الممثل عضو اللجنة الأمنية في محافظة ديالى السيد عبد الخالق العزاوي، مع احترامنا لتصريحك، يعني اليوم يلا تتكلم أسبوع ومشاهديها ونقاط الحشد العشائري يتابعون ويشوفون جرافة صفرة تسرح وتمرح بالحدود وتسوي وهي تابعة لداعش، بعد أسبوع وشايفيها أسبوع وهسه تتكلمون، وحتى إذا تكلمتوا من أول يوم يعني نعتب على الجهات الأمنية ليش تاركين هذا الموضوع وهذه الجرافة المن؟ طبعا الجرافة مو وحدها، أكيد بها إنسان داعشي يعمل بها، وأكيد أكو مفرزة، وما يستبعد أنه أكو نفق وبعناصر من داعش أو أكو مضافة من مضافات داعش مخبأة بهذه المنطقة، يعني ما ممكن تحرك قطعات عسكرية باتجاه هذه الجرافة أو قصفها جويا أو إرسال طيران جيش عليها يتعامل وياها ويعالجها وينهي الموضوع. هذه الاستفهامات بجانبين، جانب لماذا التأخير والكلام بعد أسبوع، وجانب الآخر لماذا لم يتم المبادرة؟ يعني أوكي إحنا نقول من نسأل القائد العسكري ويقول ما ممكن، لكن إنه ما نقول إنه ما ممكن بالجانب الآخر إنه نهمل، وطبعا الإهمال ما موجود، لكن الكل يعرف إنه هناك أوامر عسكرية وما ممكن أي قائد عسكري يحرك قطعة أو جندي من الجنود إلا بأوامر من العمليات المشتركة أو القائد العام للقوات المسلحة أو إعطاء ساعة الصفر لعملية وانطلاق عملية عسكرية، لأن هذه ضوابط وأوامر عسكرية.
بس بالمقابل من تجي تورد معلومات ممكن اكو هناك معالجات جويه، طيران الجيش، سلاح القوه الجويه، اليوم نمتلك F-16، وينها طياراتنا F-16؟ عندنا 5 طيارات او 6 طيارات من مجموع 35. لحد الان الامريكان مثل ناقوط الحب على قولة ربعنا، يدزونا طياره طياره، ما مشكله، عندنا 5 طيارات، ممكن هال5 طيارات نطيرها ونغطي بها اجوائنا، نصرف عليها من 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 جيوبنا، من موازنتنا وسلاحها من موازنتنا، ونطيرها ونحمي اجوائنا، نحمي حدودنا. اما موضوع انه يعني موجوده جرافه واكو عناصر وتهديد امني، وبالمقابل يعني تصريح اخر يقول انه الامن مستتب ومسيطر عليه وخلايا داعش ما ممكن تتحرك لانها فقدت، هذا التضارب بالتصريح الامني مو ممكن انه يفهم المواطن على انه هو رساله تطمين. المواطن اليوم يعتز بقواته الامنيه، المواطن اليوم بدا يثق بقواته الامنيه، لكن اذا كان التصريح مخالف او يعني سلبي او ايجابي ممكن ينعكس ايجابا على هذه الثقه وعلى هذه. داعش ضعف، متاكدين من هذا الموضوع، لكن لا تزال هناك جيوب، هذه الجيوب ممكن العمل عليها وانهاء هذا الملف بشكل تام، وخصوصا على الحدود بين صلاح الدين وبين ديالى، هذه الحدود الصحراويه الممتده والطويله تصل الاف الكيلومترات بين المحافظتين، وبها حاوي وبها مناطق وعره، ما ممكن تركها يعني الضغط عليها، احنا عندنا مناطق امنه نسحب من القوات المناطق الامنه واللي بها درجه الامن بها يوصل بعضها ل 100%، نحاول انه نسحب من هذه القطعات ونوجهها الى المناطق الرخوه اللي بها بها تحركات، بها معلومات استخباراتيه، بها انشطه ونشاط لخلايا تنظيم داعش، ونقضي عليها ونبقى بها اقل شهر. انا ما احنا ما نريد نعلم القوات الامنيه ولا نريد نوجه القوات الامنيه، لكن يعني اكو امور ممكن المواطن العراقي يتحدث بها، وممكن القادة الأمنيين أنه يوصلون عن طريق تقاريرهم العسكرية للمراجع العليا ويكون هناك تحرك. بعض الضباط بعض القادة يقول لك احنا دنوصل المعلومة بس ماكو إجراء. طيب هذا يعني رئيس الوزراء اليوم مشغول، القائد العام للقوات المسلحة مشغول بالانتخابات ومشغول بإجراءات بغداد ومطالبات واعتصامات بغداد وحزام بغداد وعمليات وإصدار أوامر ديوانية للجهد الوطني للوزارات، هذا يتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتولى الأمين العام لمجلس الوزراء من يصدر البيان. لكن ممكن القيادات الأمنية أن توصل لوزارة الدفاع، توصل للقائد العام للقوات المسلحة هذه المعلومات بشكل مباشر، مو شرط أنه أدس كتاب أو سري للغاية وأنتظر الكتاب هذا يوصل لو ما يوصل، أو تكون إجابة عليه أو ما تكون إجابة عليه. معلومات وغرف العمليات المشتركة موجودة وممكن نتعامل بهذا الموضوع، وإنهاء ملف الحدود بشكل كامل، يعني قوات من ديالى وقوات من صلاح الدين تلتقي بنفس النقطة على الحدود، وتكون عملية تمشيط دقيقة، خلت تستمر شهر شهرين ماكو مشكلة، خلت تستمر 3 أشهر 4 أشهر ما في مشكلة، المهم نحافظ على النصر الكبير اللي حققته القوات الأمنية، ما ندعى ونفرط به ومرور الأوقات والزمن يظهر لنا داعش مثل ما ظهرنا من الصحراء وسيطر على المحافظات خلال ساعات، خلال ساعات سيطر عليها. هذه نقطة مهمة يعني ما ممكن السكوت عنها وما ممكن تغاضيها وما ممكن أنه نعبرها بدون ما نوضح عليها ونشيرها ونوصل رسالتنا للقيادات الأمنية. طبعا العمليات العسكرية والطيران الجوي مشكور، يعني سلاحنا الجوي مشكور، اليوم بمحافظة الأنبار عجلتين وقتل 6 عناصر من داعش متوجهين إلى قرى بالرطبة، تم قصفهم، هذا شيء إيجابي، هذا شيء يطمئن المواطن العراقي. أما مجرد التصريح ونقول عليه ست أيام وهسه نصرح أو هسه يلا وكالات الأنباء تأخذ هذا التصريح ويبدي ينتشر، فهذا الأمر يمكن نضع عليه نحن علامة استفهام، نوجه رسالة للقيادات الأمنية أنه خلاص أكو مسؤول محلي ما بيده ممكن أنه يضغط على الجهات الأمنية، أو الجهات الأمنية الصغرى تقدر تضغط أو توصل رسالة للجهات الأمنية العليا حتى يكون هناك عمل وإنهاء لهذا الملف. بعد ما نتكمل من هذا الموضوع راح نتكلم عن بدقائق أخيرة، اليوم المواطن إذا كان راغب والبطاقة الانتخابية مثل ما وضح الأستاذ حيدر البلداوي أنه المراكز مفتوحة ومنتشرة بعموم المحافظة، أكثر من 80 مركز 38 مركز لتحديث سجل الناخبين
واستلام البطائق، والمواليد اللي هي ال 98 و 99 و 2000 او 97 و 98 و 99 و 2000 يروحون يستلمون بطائقهم شخصيا من مراكز الانتخاب. لا تقول ما اقدر اروح استلم، روح استلم بطاقتك المؤقته حتى تحديث سجل بايومتري بالانتخابات القادمه اسمك موجود، وتقدر تحصل على بطاقه الانتخاب الدائميه او الامد الطويل، ويكون تمارس حقك. اما اذا تترك الموضوع وانت الشاب اللي يعتمد عليك الوطن، تعتمد عليك الدوله بان تكون انت القائد، اذا انت القائد تتفرط بحقك اليوم ممكن تتفرط بحقوق اخرى اذا اصبحت في مركز، والوقت يجيب هذا الموضوع ويخليك انت قائد في بالوضع السياسي. فما ممكن اليوم انه نثق بشاب يترك حقه الدستوري على ان يكون قائد بالمستقبل وهو مفرط بحقه. السلام عليكم.